السلام عليكم. تتمه ديال هذا الموديل. دابا حنا غادي نسدو بعدا اولا باش نكمل الطريقه. دابا نسدو هاد العوينات. فوالا دابا نخدمو الموف. الأولى، الثانية، ثانية. دابا هنا كنحلو القهوي و غنخدم نسدو القهوي. شد العوينة. اوكي هنا نسد الخدمة. هنا نخدمو بالموف حتى هو غادي كيتسد. نتوما تقريبا الوحيد اللي غتبقى هنا حتى المره الاخرى غيتسد. هاد البيج او الصابلي غادي كيتحل. ها هو ولا ثانية ثالثة. القهوي كذلك تا هو غادي كيتسد. هاهو كمل هاد الخيط قريب يسهلي. كمل دفنو هنايا. موف دابا نكملو عشان في هاد القهوي بارد.
دابا كنسد نعاود نحل عاود التهم دابا باش يبقى داك الشي واضح مزيان باش مكيبانش دابا نسيبها الموف سالا دابا البيج نكمل البيج هانتوما خاصني قبل ما نكمل البيج انا هنا غلطت بون باش نتفاهمو غطو معايا البال تسابات بديت كنخدم هنا ديجا عندي الموف كمل خاصني ندخلو الاخر غندخل القهوي فوالا دو البال مزيان هاد القضية متنساوهاش انا كل مرة فين كندخل اللون مرة في الوسط مرة في الجنب كل مرة فين بون هنا غنتمنى ندخل القهوي دابا شتو هاهو نكمل هنايا بغيت ندخل فهاد العين الاخرى واحد من اخر ولكن الا دخلت هاد الموف هنا هاد الزوغه كلها غتبدل ولكن خصني نحافظ ليكم على هاد الموديل باش نتوما تكملوا اما انا نقدر نلعب باي حاجه باي طريقه ولكن بالنسبه ليكم نتوما باش تكملوا على هاد الموديل خصكم تتبعوا معايا هاد الطريقه بالضبط ما يمكنش ندخل لون اخر دابا بول انستا انتما هنا ندخل القهوي تاني ثلاثة وكنضربوا هاد العوينه كنبقاو غادي شويه غنزيد واحد يمكن لا نقدر دابا نغير بغيت نغير ولكن يلاه بديت ميمكنش نغير دابا باش ندير موديل اخر عاوتاني باش نخرج في واحد الزواق اخرى ندخل اللون الثالث خصني ندخلو ولكن ماشي دابا بلاتي هاد غندخلو هنا عندي ثلاثة الأول هنا تبعوا معايا مزيان ها القهوي الاولى ياك ها الثانيه
وغندي دو الثالثه. شو دابا هنا بقاو عندنا 3 3 باش السطر الاخر ان شاء الله غادي نغير الديكور. نوريكم شحال ندير ها جوج.